اهلا وسهلا بيكم في قناة مواهب ابتكار. النهاردة موضوعنا مختلف ويمكن يزعل ناس مننا، بس هي دي الحقيقة. النهاردة موضوعنا هنتكلم عن ثلاث انواع من الرجال تصعب الحياة معاهم، يعني الست تبقى عايشة معاه وتقول يعني ربنا يعيني. الثلاث انواع اللي هنتكلم عليهم النهاردة من الرجال: اول حاجة الراجل البخيل، تاني حاجة الراجل قليل الكلام، تالت حاجة الراجل اللي ما بديكيش جزء مميز من حياته يختلف عن الاخرين. هنبدأ، يلا بينا. اول حاجة الشخصية البخيلة. الراجل البخيل من اصعب الشخصيات اللي ممكن تتعاملي معاه. اول حاجة تلفت نظرنا في الراجل البخيل انه فاكر انه وزير المالية والاقتصاد، يعني فاهم ان كل اللي حواليه ناس مستهترة وناس مبذرة، وهو الوحيد الواعي اللي بيقدر يرشد الاستهلاك وينفع ان يكون يعني الرجل الاول في اقتصاد البلد. ده بيتعب جدا جدا جدا. الست اكتر حاجة تكرهها في الراجل صفة البخل، لان البخيل لا بيقدر يوفر لها احتياجاتها ولا بيقدر يجيب لها اي هدية. بالنسبة له صعب قوي ان هو يجيب لها اي حاجة. لما بيجيب حاجة للبيت بيحس ان هو بزر وان هو شخص كده صعب قوي. فالست بتحبش الراجل البخيل عامة. الست دايما بتحب الراجل المعطاء. ونرجع ونقول ان البخل صفة نسبية، يعني في ست دخل جوزها 20,000 جنيه وفي ست دخل جوزها 4,000 جنيه. لو ده جه جابلي النهاردة اللي ب20,000 جنيه جابلي هدية ب50 جنيه، انا بحسبها بالنسبة لي ان ده بخيل. انت مش جايب هدية على قد دخلك. واللي جاب اللي عنده دخله 4,000 جنيه اسفل 4,000 جنيه وجاب هدية ب50 جنيه بتتبسط، لان ال4,000 ده عنهم 3,000. فما يجي النهاردة يجيب لها هدية ب50 جنيه بتبقى في قمة سعادتها. اذا البخل والكرم بيتناسب مع نسبة الدخل بتاعك. نسبة الدخل هي اللي بتحدد اذا كان الرجل ده بخيل وجاب قد ايه من نسبة دخله واذا كان كريم. ده الرجل البخيل، يعني ربنا يعين اي واحدة متجوزة رجل بخيل. يعني الاكل نفسه بالنسبة له بيحاول يرشد فيه، فربنا يرحم. الشخصية التانية الشخص قليل الكلام، ومش المقصود قليل الكلام الحكيم، المقصود قليل الكلام اللي ما بيعبرش عن حبه لمراته. يعني معظم الرجالة دي بتقول لك ايه، يعني انت مش واخده بالك انا بعمل عشانك ايه، ايه المشكله يعني ان انا ما جبتلكيش ما قلتلكيش بحبك. يا عم ما تقول لها بحبك، يعني هي الكلمه هتضايقك في ايه، ما تقولها لها. قول لها شكرا على اللي انت عملتيه، قول لها كتر خيرك تعبتك معايا، قول لها اي حاجه. لكن ما تجيش النهارده تقول لها ما انت شايف انا بعمل عشانك ايه، يعني المفروض تفهمي من نفسك. لا يا عم، الستات مشاعرها في ودنها، الستات مشاعرها في ودنها. الست لو جيت النهارده قلت لها انا بحبك عندها استعداد لو بتزحف على ايديها ورجليها تقوم وتعمل لك كل حاجه. هي الست كده، طبيعتها كده، عايزه تسمع منك كلام حلو، عايزك تقول لها الله انت اموره قوي النهارده، الله مكياجك حلو قوي النهارده، لبسك بقى جميل، حسسها شعرك بقى جميل، التسريحه دي لايقه عليكي اكتر، بقى لفه الحجاب دي لايقه على وشك اكتر، حسسها ان انت موجود. هي الست بتحتاج لكلمه حلوه، وانت مش هتتعب في حاجه. يعني حتى يا سيدي لو انت مش مقتنع قوي ان دي مهمه بالنسبه لك، هي مهمه بالنسبه لها، فخلاص انت مش هتخسر حاجة. لحد هتقلل من شخصيتك ولا تعيبك ان انت تقول لها ان انت بتحبها، او ان انت تعبر لها عن النهاردة هي قد ايه كويسة، او ان الاكل اللي هي عملتها اكلة حلوة قوي. مش هتغرم حاجة، بالعكس ده انت هتزود سعادة بيتك وهتزود اهتمامها بيك واهتمامها بولادها، وبتديها طاقة ايجابية وبتخليها حاجة كده يعني فراشة طايرة. فمش هتغرم حاجة يعني لو قلت لها، ما فيهاش مشكلة يعني. فالست دايما بتحب الراجل اللي بيعبر بكلامه عن حبه ليها، مش شرط بافعاله بس. افعاله بس دي حاجه مهمه على فكره، واحنا ما بنحبش الراجل اللي هو بيتكلم كتير وما بيعملش. الست مش مخها اهبل عشان تمشي ورا كلام بس،
لا الست حابة الاتنين طبعا، الاكتر الافعال هي اللي بتأسس بيوت، لكن كمان الست بتحب الراجل اللي دايما يعبر لها عن حبه. الست لما بتتعاكس بره وتبقى ست كبيرة وتتعاكس بتتبسط ليه؟ حابة عبر عن كينونتها، حابة عبر لها عن قد ايه هي كويسة. فانت طب وليه ما تخليها تسمع منك؟ انت مش هتخسر حاجة يعني لما تسمع منك. يلا ما علينا، ربنا يهدي الرجالة ويديهم طلاقة في لسانهم شوية يقدروا يكلمونا كويس. نيجي للشخصية التالتة، ودي شخصية صعبة قوي قوي قوي. الست دايما بتحس انها ليها حتة مميزة في قلب جوزها، حتة مش موجودة عند الحد تاني، يعني لا لوالدته ولا لاخته ولا لبنته حتى. هي بتحس، عايزة تحس ان هو ليها حتة معينة عنده مش موجودة، ليها مكانة مش موجودة لحد تاني. يعني لو عنده اي مشاكل يروح يحكي لها، في مثلا نوعيات معينة من مشاكل معينة ما ينفعش يقولها لوالدته ولا لاخته ولا لبنته. الراجل اللي حسس الست ان هي زيها زي غيرها في حياته، غيرها دي المقصود بيها اخواته ومامته وبناته، لا حاسسها انها ست مختلفة، مكانتها مختلفة، ليها حتة مميزة مش موجودة لحد تاني. الست لو ما حسيتش انها مميزة عندك، بالنسبة لها ده هيبقى حاجة كبيرة قوي، هتحس انها زيها زي غيرها وخلاص انا بالنسبة له ما فرقش، وبالتالي هيبتدي ده ينعكس على علاقتكم مع بعض. عادي، ما هو بيحب امه، ما هو بيحبني زي امه، خلاص امه بقى بتتعامل معاه ازاي؟ الام بتتعامل مع ابنها بعد الجواز عادي، ما فيش اي يعني الاهتمام بتحبه وكل حاجة، لكن هي مش عايشة معاه طول الوقت في حياته، مش متدخلة في ادق تفاصيله. الست هتقول خلاص وانا ولا اتدخل في ادق تفاصيله ولا اشيل همه ولا ده ولا ده. لكن الست لما تحس انها ليها مكانة محددة بيديها دافع انها تستحمل معاك قلة الفلوس، تستحمل معاك لو انت تعبان، تستحمل معاك ولادك، تستحمل معاك لان ليها مكانة مخصصة في قلبك، وليها حتة معينة مش موجودة لأي حد تاني. فبالتالي بتحس انها حاجة انت خاص بيها وهي خاصة بيك. فمن فضلكم راعوا الثلاث صفات دول، حاولوا تقللوا منهم علشان حياتنا تبقى سعيدة. وإن شاء الله أشوفكم الفيديو الجاي.